اتفق الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي على مبادئ تسوية النزاعين الجورجي والروسي، وذلك بعد لقاء مطول في الكريملين الروسي، والتي جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان ميدفيديف انتهاء العمليات العسكرية لبلاده في جورجيا. ودعا ساركوزي الأطراف المعنية إلى الالتزام بمبادئ هذا الاتفاق الستة. It's therefore the beginning of a process which allows France to hope with all its energy for peace in this region which we are in. First principle, the passage of an enforced line of separation between the different protagonists. وبموجب الاتفاق يتم الإيقاف التام لجميع العمليات العسكرية وتأمين الوصول الحر إلى المساعدات الإنسانية المرسلة، وأيضا عودة القوات الجورجية إلى مواقعها الدائمة وخروج القوات الروسية إلى الخط الذي كانت عليه قبل بداية الحرب. I think there are several things. Internationalization of the process, territorial integrity and sovereignty of Georgia without any reservations. This is very important for us. We can never compromise on that because I think the whole war will start to compromise, to undermine that. And we have a great understanding on return of refugees. وقد أبدى ساركوزي اطمئنانه من روسيا بالتزامها ضمان سيادة جورجيا، والتي سيحاول الليلة الحصول على موافقة جورجيا على بنود الخطة، وهذه الموافقة تنتظرها موسكو والتي هددت بإجراءات ضد جورجيا في حال أجابت بالرفض على خطة السلام.